محمود، ازيك يا محمود؟ الحمد لله بخير. اول مشاركه ليك. مبسوط؟ مبسوط جدا وخايف شويه. خايف من ايه؟ خايف. انت حلمك تبقى مذيع، فخايف من ايه؟ طب قول لي لو بقيت مذيع هتقدم ايه؟ برامج رياضه. رياضه؟ اهلاوي طبعا. انا بلعب في النادي الاهلي. بتلعب في النادي؟ بلعب العاب كوره في النادي الاهلي. بجد؟ ما شاء الله عليك. كنت طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه قدرون باختلاف ان انا ابقى لاعب في النادي الاهلي، والحمد لله يعني الكابتن محمود الخطيب ضمن للنادي. مبروك. الف الله يبارك في حضرتك. 50-50 وسؤالهم. يقع شلال هوكو باحدى الدول الاسيويه، فما هي؟ جمهوريه الصين. من غير ما تفكر؟ طبعا. اجابه صحيحه. اكبر شلال على النهر الاصفر في الصين، ارتفاعه اكتر من 20 متر. شكرا لمحمود وعبد الله. عبد الله ومحمود.